وهذا الانضباط سببه مادي أكثر ما هو فكري. كرة جميلة جدا وانفراد وهدف أول لبرشلونة. نعم برشلونة يتقدم والشكر الكبير للهدف يجب أن يكون إبراهيموفيتش. إبراهيموفيتش يصنع الهدف وبيدرو يسجل هذا الهدف والهدف يأتي في الدقيقة 11. مباراة تبدأ ساخنة إذن وضربة قوية في البداية لأصحاب الأرض يضربون مبكرا وجمهورهم المخلص دائما الذي جعلهم في المرتبة الثالثة أوروبية من حيث الجماهيرية يحتفل بهذا الهدف لبيترو صاحب هدف السبق في الدقيقة 11. 8% من أهداف البرسا هذا الموسم بإمضاء بيترو. لاحظوا هنري متسلل لكنه غير متداخل في الهجوم. كرة بكعب القدم تمريرة جميل. لاحظوا المهارة، لاحظوا الجماعية، لاحظوا التكنيك والتكتيك ولاحظوا الهدف. طبعا التكنيك هو تقنية اللاعب، المهارة الفردية اللاعب. لاحظوا كيف مررها زلاتان إبراهيموفيتش الدولي السويدي ووصلت إلى بيدرو الذي وضع في الشباك دون عناء والاحتفال يبدأ من بالدي.